طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في أولى محاضرات إعداد مدربين. يا ريت إن شاء الله كده عايزين الأول نتعرف على بعض. فمعاكم هند ماهر عبد الفتاح، مدربة ومستشارة دولية في الإرشاد الأسري والتربوي، القيادة والتطوير، تنويم بالإيحاء، برمجة لغوية عصبية، من مصر طبعا، يعني المصريين لهجتهم معروفة طبعا، يعني طالبة علم. أحب بقى أعرف حضراتكم، يعني أنا مش يعني مش عايزة إيه مثلا، يعني كل واحد حسب ما يحب يعرف نفسه. أهلا بيك يا منى. أهلا بأستاذ، أهلا بحضرتك أستاذ محمد. بس كده. أيوة يعني أستاذ حمادة محمد. أيوة وبعدين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بصديقتي وأختي العزيزة هدى. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذة منى، تشرفنا كده. أنا يعني يعني ممكن كده أزهق حضرتك كتير، لأن أنا بحب جدا العلم الشرعي جدا جدا يعني، فهتعي كمان يعني. أهلا بحضرتك أستاذة نورة، أستاذ كريم، طالب إدارة أعمال مؤسسة أمنية، ما شاء الله. أهلا بحضرتك أستاذ كريم. كده في حد معانا لسه ما عرفش نفسه؟ أهلا بحضراتكم جميعا، اتشرفت طبعا بحضراتكم، ما شاء الله حضراتكم يعني قمة ما شاء الله. هنعرف النهاردة بقى الأول في البداية كده نشوف خطة التدريب بتاعتنا طول ال10 أسابيع إن شاء الله. دي أنا هنشوف الخطة بتاعتنا اللي هنمشي عليها طول ال10 أسابيع، وطبعا محاضرة كل أسبوع كل يوم ثلاث. أهلا بحضرتك يا فندم. ده دليل المتدرب. طبعا يعني اللي بطلبه من حضراتكم الحضور في الوقت المحدد، ده طبعا من عوامل نجاح البرنامج، التركيز على التدريب، ما نبقاش مثلا مشغولين بأي حاجة تانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذ حسن. التدريب الفعال هو اللي بيشارك فيه جميع المتدربين بطرح الآراء والأفكار والمناقشة الهادفة. يعني أنا بحب جدا المشاركة، لأن دي بتبقى بالنسبة لي تغذية مرتدة، أنا بستفاد من حضراتكم بالظبط زي ما حضراتكم بتستفيدوا. طبعا أي انشغال بقى تاني ده بيضيع الاستفادة من حضرتك والوقت كمان. البرنامج طبعا تدريب مدربين، الهدف العام تنمية فكرة التدريب الفعال. طبعا في أهداف خاصة اللي هي المفروض المتوقع من نهاية البرنامج إن شاء الله إن حضراتكم تكونوا قادرين على تحديد مفهوم التدريب وأساليبه، مفهوم التعليم، الفرق بينه وبين التدريب، تطبيق عمليات التدريب وممارسة التدريب عمليا، لأن إن شاء الله في نهاية البرنامج كل واحد من حضراتكم هيبدأ يحضر برزنتيشن من مثلا 3 أو 4 سلايد، ويبدأ إن هو إيه يشرحهم عن أي موضوع هو حابه، اي موضوع عايز يتكلم فيه يتكلم فيه، حتى لو عايز يتكلم عن انجليش، اي حاجه، بس اهم حاجه انا ببقى عايز اشوف الطريقه اللي هيقدم بيها، طريقه رد على الاسئله وهكذا. تمام. مده البرنامج هتبقى 30، مش بكره استاذه ايناس، لا حضراتكم هتبداوا تحضروا 3 أو 4 سلايد زي الموجود قدامنا دلوقتي كده. في نهاية البرنامج خالص يعني في اليوم العاشر هيبدأ حضراتكم كل واحد هيبقى له 10 دقايق يقدم فيهم العرض بتاعه،
وهنبدأ نتكلم معاه، هو المدرس بتاعنا، هو اللي هيبقى المالك بتاع المحاضرة. احنا هنبدأ طلبة، هنبدأ نسأله طب احنا مش فاهمين الحتة دي، طب احنا عايزين كذا، يعني زي ما اي محاضرة بتدور عادي خالص، بس الفرق ان كل واحد من حضراتكم هو اللي هيبقى ايه مدير هذه الجلسة. تمام، واي حاجة انا تحت امر حضراتكم. طيب خطة البرنامج هنمشي على اللي هو النهاردة، طبعا هيبقى مقسوم جلستين. الجلسة الأولى هنتكلم فيها عن مدخل التدريب، اتجاهات التدريب والتدريب عن بعد. الجلسة الثانية هتبقى صفات المدرب وملخص عام عن اللي احنا أخدناه في المحاضرة كلها. الجلسة إن شاء الله اليوم الثاني هنتكلم عن التعليم، نظرياته، بيئة التدريب، أشكال بيئة التدريب. الجلسة الثانية هتبقى أنواع المدربين، حركات المدربين، وهنتكلم عن ملخص عام برضو عن المحاضرة نفسها. اليوم الثالث هنتكلم عن الاتصال، وهناخد نشاط هيعجبكم قوي، مقاومات الاتصال ملخص. اليوم الرابع إن شاء الله الاتصال الغير اللفظي ومهارات الإنصات، وهناخد برضو ملخص عام. اليوم الخامس مهارة السؤال، كيفية التعامل مع المواقف المحرجة، أنواع المدير سلوكياتهم، وهناخد ملخص عام. اليوم السادس ده بقى أنا هعتبره فري، هناخد فيه شرح برنامج الباوربوينت. لو حضراتكم كلكم بتقدروا تتعاملوا مع بلاش اليوم السادس خالص، بس أنا دي كانت من الصعوبات اللي كانت مواجهاني في تدريب مدربين. فرأي حضراتكم إيه؟ أنا أي حاجة كني صعوبة في برنامج تدريب مدربين فكنت بحاول إن أنا إيه أنفذها هنا. انا ما كنتش اعرف الباوربوينت نهائيا، فجيت يوم العرض بقيت يعني يا ربي طب اعمل ايه، اعمل الباوربوينت ده ازاي، انا عمري ما اتعاملت مع باوربوينت قبل كده. طبعا وقتها يعني بدات ان انا اسال فلان واسال فلان واسال فلان. يعني انا بالنسبه لي كان، عشان الانسان عدو ما يجهل، انا بالنسبه لي كان مشكله لان انا ما اعرفش الباوربوينت، ما اتعاملتش قبل كده مع البرامج دي. تمام، فانا كان بالنسبه لي، فحتى هنا شرح البرنامج الباوربوينت انا عاملاه بطريقتي، يعني ايه مش راجعه الكتب او اي حاجه، لا انا عاملاه بالطريقه اللي انا بدات ان انا اتعرف على البرنامج من خلالها. بدات قعدت احاول بقى طول اليوم، وابدا طبعا انا ما كنتش اعرف ان طالما انا ماسكه ده غلط او ده يتمسح، لا كنت ممكن اقعد اعمل كذا عرض عشان الكلام يطلع معايا مظبوط. فطبعا تعبت جامد يعني. فانا بصراحه كانت اي مشكله بتواجهني كنت بحاول ان انا ايه يعني ايه اركز على الجزء ده في البرنامج بتاعي. فلو حضراتكم كلكم تعرفوا تتعاملوا مع برنامج الباوربوينت فبلاش من المحاضره السابقه خالص، ممكن نبقى يعني ايه نبقى نراجع وبعد كده ندخل في المحاضره اللي هي بعدها على طول. طيب بالنسبه لليوم السابع هتبقى مدخل لمراحل العمليه التدريبيه، والجلسة التانية فيه هتبقى أساليب التدريب، حالة عملية، نشاط، وهناخد ملخص. اليوم الثامن إن شاء الله هناخد تنفيذ التدريب ومتابعة وتقييم التدريب. اليوم التاسع وصايا المدرب وملخص عام، هناخد فيه كل اللي احنا أخدناه في الثمان أيام اللي قبل كده. اليوم العاشر ده بقى بتاع حضراتكم اللي هو المشروع العملي اللي حضراتكم هتجتازوا بيه تدريب مدربين. تمام؟ في أي نقطة غامضة إلى الآن؟ أنا كده يعني إيه كده شرحت الخطة كلها بحيث إن إحنا نبقى على نور. إن شاء الله. أيوة طبعا كده الحمد لله الكورس خلص. مين اللي هيشرح الأول؟ جزا أنا وإياكم، أنا شفت ال10 أيام خلصوا على طول إزاي؟ يلا مين اللي هيبدأ؟ يلا أبدأ أنا بقى وخلاص، يلا مش مشكلة. يعني إن شاء الله يا هدى، إن ده أنا لازم كده، ده أنا هخليك أنت تبدأي اليوم العاشر ده. هنبدأ بقى إن شاء الله. طبعا عندنا أهداف الدورة، التعرف على مدخل التدريب، التدريب عن الناجح، التعلم، بيئة التدريب، أنواع المدربين، الاتصال الفعال، مهارات الإنصات، مهارة السؤال، أنواع المتدربين، مراحل العملية التدريبية. إن شاء الله أستاذة إيناس.
والشهادة هتبقى باللي هيحضر الكورس كامل لحد المشروع، تمام؟ لما واحد بياخد إجازة في أي شيء فدي إن شاء الله. طيب مدخل للتدريب، طيب عايزين بقى إن شاء الله، إحنا طبعا النهاردة فتحنا ملف جديد خالص في العقد هنسميه ملف إعداد وتدريب المدربين، تمام؟ Training of Trainers. عايزة إن شاء الله حضراتكم يكون معاكم كراسة وقلم بحيث إن إحنا نقدر نستفيد أكبر استفادة، لأن مثلا ممكن أنا بقول أمثلة أو بقول حاجة ممكن ما يعني ما نلاقيهاش في مثلا في كتب أو في أي حاجة بعد كده. فأنا أتمنى يكون معانا ورقة وقلم على طول باستمرار بحيث إن إحنا ندون فيها إيه المعلومات بتاعتنا. معانا كوباية مية عشان نقدر نبلع ونبلع الكلام وندخله إن شاء الله على طول. طيب مدخل للتدريب، بداية إيه هو التدريب اللي هو التريننج؟ إيه هو التدريب من وجهة نظر حضراتكم؟ عايزة مشاركات، يعني إيه عايزة مشاركات بحيث إن أنا برضو عارفة مين الناس النشيطة معانا يعني. إن شاء الله يعني آخر يوم بقى أبصر يعني. أما طلاب بتقول تنمية مهارات. ها مور أنصر أستاذ حمادة بيقول هو تهيئة الأداء مهمة. هدى بتقول شرح موضوع معين للطلاب لإيصال أفكار محددة، هو مش طلاب بس، هو طبعا في أي لكل لكل لأي شخص عادي. طب كده الصوت تمام أستاذة منى؟ أه تمام صح يا هدى. كلنا طلبة علم. أستاذ ميم بيقول التدريب وتنمية مهارات لدى الأفراد وتغيير قناعات، جميل. أستاذ محمد بيقول تنمية مهارات وقدرات، جميل. أستاذة آلاء بتقول معرفة المعلومة وكيفية تطبيقها، جميل جدا جميل كده. أنا عايزة بقى في منافسات شريفة كده إن شاء الله. ها هل من ميد؟ هل من مزيد؟ إن شاء الله. أهلا بحضرتك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد طبعا حضرتك تقدر تشاركي معانا. أستاذ أحمد بيقول توضيح الأهداف، جميل. طيب التدريب، إحنا هنبدأ نتكلم عن التدريب. في حاجة عندنا اسمها تدريب تقليدي وفي حاجة اسمها عندنا تدريب حديث، تمام؟ التدريب التقليدي ايه هو؟ التدريب التقليدي ان بتبقى ايه بيقصد بيه ان اكساب الافراد معلومات ومعارف متعلقه باعمالهم واساليب الاداء الامثل فيها، وان احنا بيبقى في عمليه صقل للمهارات والقدرات اللي هم بيتمتعوا اصلا بيها وتمكينهم من استثمار الطاقات اللي هم بيختزنونها ومش لاقيه طريقها في الاستخدام الفعلي بقى يعني بعد كده. طيب نتكلم بطريقة علمية شوية عشان اللي حابب اللي يكتب الجزئية دي. التدريب التقليدي بيقصد به إكساب الأفراد المعلومات والمعارف المتعلقة بأعمالهم وأساليب الأداء الأمثل فيها وصقل المهارات والقدرات التي يتمتعون بها وتمكينهم من استثمار الطاقات التي يختزنونها ولم تجد طريقها للاستخدام الفعلي بعد. ده اسمه تدريب تقليدي، مجرد ان انا بدي الانسان معلومات ما اثرتش فيه، يعني ايه مش ده هدفه، هو قاعد بيدي معلومات يعني تقريبا كده قريبه من مراحل التعليم العاديه. طيب امال التدريب بمفهومه الحديث؟ التدريب بمفهومه الحديث دلوقتي ما بقاش بيقتصر على تنظيم الدورات التدريبية التقليدية ومنح شهادات اجتياز، لا بقى خيار استراتيجي في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية. لا ده أنا عايزة أنمي أفراد، أنا مطلوب مني إن أنا أنمي أفراد، وبتكلم عن استراتيجيات بعد كده، وإن الإنسان
ما بقاش يطلق عليه العامل او الموظف، لا ده اسمه مورد بشري. فانا بتعامل مع مورد بشري، انا عايزه انمي مورد بشري عشان اقدر استفيد منه. علشان كده الانسان بيعتبر من اهم الموارد اللي بتقوم عليها صروح التنميه والبناء والتنوير في اي دوله وفي اي مكان على كوكب الارض. تمام، ده بمفهوم الحديث، ان انا بتعامل مع الانسان كمورد بشري. تمام، طيب ده بالتدريب، ان هو الاداه اللي بتهيئ الفرد لاداء مهمه اداريه وفنيه، زي مثلا هنتكلم بعد كده عن التدريب كمان داخل العمل، بكفاءه عاليه بيكون مردودها له اهميه بالغه في تطوير الفرد والمجتمع بشكل عام. ده هيدخلنا في نقطه تانية اللي هو ايه، هيدخلنا في التدريب داخل العمل. طيب انا بالنسبه لاتجاهات التدريب عندي اتجاهين، زي ما قلنا انه في حاجه اسمها التدريب داخل العمل والتدريب خارج العمل. All the job training، زي ما احنا شايفين كده التدريب داخل العمل اللي هو ايه، زي مثلا انا عايزه اعرف مثلا العامل على ازاي يشغل الآلة، ازاي يعمل حاجات معينة في المصنع في الشركة وهكذا. علشان اسلوب التدريب داخل العمل ينجح لازم ان احنا جميل جدا استاذ محمد، في البداية ببدأ ان انا اتكلم مع الافراد عن طبيعة العمل او الوظيفة المراد تدريبهم عليها. ببدأ ان انا اتكلم معاهم كده، يعني انا مثلا مش هجيب واحد اقول له 1 2 3 طيب ماشي، طب عن ايه مثلا؟ لا، ببدا ان انا اقول له مقدمه الاول في البدايه عن طبيعه العمل او الوظيفه اللي هو هيبدا ان هو يتدرب عليهم. الخطوه الثانيه ان انا بعرض عليهم البرنامج التدريبي خطوه خطوه، بعرض عليهم البرنامج التدريبي خطوه خطوه علشان اديهم ملخص سريع عن خطوات العمل، زي ما احنا بدانا كده في البدايه، قلت لحضرتك خطة العمل اللي هنمشي عليها خلال اليوم الأول الثاني الثالث الرابع وهكذا، بحيث إن يكون عندكم إيه خلفية. الخطوة بعد ما الأفراد بيستوعبوا الخطة أو البرنامج التدريبي ده، بيبدأوا في محاولة إظهار قدرتهم على أداء العمل. يعني أنا ما شاء الله حسيت من حضراتكم الحماس لما بدأنا نقول إيه معنى التدريب، إيه معنى كذا، فبدأنا إيه حركة في القاعة، بقى في شغل. الخطوة الثالثة بيستمر، الخطوة الرابعة عفوا، بيستمر الأفراد في مستواهم علشان يوصلوا لدرجة مرضية من مستوى الأداء. ده ببساطة. طيب إيه الهدف من التدريب داخل العمل؟ من وجهة نظر حضراتكم إيه الهدف من التدريب داخل العمل؟ أستاذة إيناس بتقول إظهار القدرات والمهارات لدى المتدرب. أستاذ كريم بيرافق كفاءة الأفراد. أستاذ أحمد بيرافق كفاءة الإنتاج. أستاذ حمادة بيقول ثقة للمهارات. جميل جدا، جميل جدا جدا جدا، جميل جدا يا مدربين. استاذ كريم بيرافق كفاءة الافراد، هيعمل على الانتاج وتحقيق الاهداف. ما شاء الله، يعني رائع جدا جدا جدا. هو ده التدريب العام لاختصار الوقت وفهم وطبيعه العمل المطلوب. استاذ حماده رافق كفاءة الانتاجيه. استاذه سونا او سونيا تغيير قناعات، اما طلاب تنميه مهارات العمال بالتالي رافع الكفاءه باسلوب الانتاج. جميل جدا 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 جدا، ما شاء الله. يعني انا ما فيش اموشن ورده عشان ابعتها لكم بصراحه، فاعتبروا الورده راحت خلاص يعني. جميل جدا يا استاذه ايناس، التطوير في الاداء رائع جدا. بالظبط كده، زي ما حضراتكم قلتوا الهدف من التدريب داخل العمل هو احداث تغيير ايجابي في مستويات الاداء، ده بينعكس على مستوى الانتاج. تاني حاجه تخفيض التكاليف، لما بيبقى داخل العمل فبيبقى فيه خفض للتكاليف، والمدخل ده في التدريب بيصلح اكثر بالنسبه للوظائف اللي بتكون ايه اعمالها محدده بدقه، زي الصورة اللي قدامنا كده.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أستاذة ليلى. جميل جدا. طيب التدريب خارج العمل، اوف ذا جوب تريننج، بيتميز بإيه؟ خارج العمل بيتميز بإيه؟ شوف كده، في تحس كده الواحد هيطير بقى خارج العمل، يعني خلاص بعيد بعيد، هنعمل إيه؟ أول حاجة إن إحنا بنبعد عن ضغوط العمل، يعني طالما خارج العمل كده في بقى في نقعد مش عارف ايه، يعني يبقى في اكيد ان شاء الله يعني في غدا بره، و يعني هنترحم شويه من الشغل والكلام ده كله يعني. ف متعه طبعا، يعني طبعا انت حاسين بالمتعه دي يعني خارج العمل، يعني خلاص بقى البعد عن ضغوط العمل ده اللي بيتميز بيها التدريب خارج العمل. اه الحمد لله، التدريب خارج العمل عمل البعد عن من بيتميز بان احنا بنبعد عن العمل، لان طبعا مناخ العمل قد يكون غير مشجع اكيد. اه وفي نفس الوقت لما بيكون في تخصيص مكان للتدريب بعيد عن مكان وظروف العمل، بيتيح الفرصه للمتدربين بقى في التغيير والتعبير عن نفسهم، الحركه بحريه اكتر. ده سواء كانت تدريب مخصص للعاملين الجدد او العاملين القدامى، وخاصه لو احسن اختيار مكان التدريب، يعني اخترنا مكان حلو هادي على البسين مثلا، وبقى في حوالينا مثلا خضره بسيطه مش عارف ايه، ده طبعا بقى ايه يعني مش شرط في البرد بقى يا جماعه، يعني خلونا نتخيل كده مع بعض. خلاص كده هدربكم وادخل العمل، انتوا حرين. هسحب كده بقى الامكانيات اللي بتساعد على نجاح التدريب. ده طبعا يعني لما انا بهتم بالامكانيات، طبعا ده زي ما قلنا ان هي بتعمل ايه، عمليه نجاح للتدريب من ناحيه، راحه المتدربين من ناحيه تانيه، ان احنا بقى في عمليه استرخاء وراحه، وفي نفس الوقت بعد كده لان بعد الاسترخاء والراحه بتلاقي في عمليه نشاط وهكذا. طيب برضو من المميزات التدريب خارج العمل ان هو في عمليه او نوعا ما من التحفيز، نوعا ما من التحفيز، علشان بيعمل او بيخلق نوع من التحدي، بيخلق نوع من التحدي بالظبط، وفي دافع في تحدي، علشان يعني يبقى في تحدي بين العاملين عشان هم يطوروا نفسهم، يعني هيبقى بقى ايه كل واحد عايز زي ما بيقولوا كده يثبت نفسه، اه في استعداد في تطوير. التدريب في الحاله دي بيبقى من الممكن ان هو ينظر اليه على انه نوع من المكافاه، يعني انا بكافئ الناس دي او الترفيه للمتدربين، بالتالي بيكون من المتوقع ان يزيد من دافعيتهم للعمل وولائهم للمنظمه، لان مش مع ايوه بالظبط كده، انا يعني ده دعم نفسي، انا طالما انا بتعامل بطريقه كويسه هيبدا بقى ايه العامل في الوقت ده هيحس ان المكان ده مكانه، عايز يثبت نفسه. تالت حاجه اتاحت الفرصه للتفاعل مع الاخرين، لان مثلا ايه في مثلا بيبقى مثلا فوق في الدور مش عارف كام، وجزء في الارشيف وجزء مش عارف فين، فلما بيبداوا ان هم يتقابلوا مع بعض، ده بيعرف ده وده بيعرف ده وده بيعرف، فده بيبقى فرصه للتعامل مع الاخرين، وخاصه قلنا لما يبقى البرنامج التدريبي بيضم متدربين من ادارات مختلفه داخل المنظمه، او من افراد بيعملوا في منظمات مختلفه كمان، يعني مثلا شركه فلان مع شركه فلان مع شركه فلان، وفي تدريب جماعي بيهم. ايوه بالظبط كده، وزياده خبرات بالظبط كده بالظبط كده استاذه ايناس، لان فعلا ده بيبقى فيه فرصه لتبادل الخبرات والمعارف وتوسيع نطاق التعامل في المستقبل. برضو التعرف على الاساليب التدريبيه والمواد التدريبيه اللي بيحصل عليها المتدرب، واللي بتساعده على التغيير والنمو والتطور. ده كان باختصار الاتجاهين المتعلقين بالتدريب، اللي هو التدريب داخل العمل والتدريب خارج العمل. وبرضو اتكلمنا في البداية عن التدريب التقليدي والتدريب
الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب التدريب عن بعد، التدريب عن بعد، ايه هو التدريب عن بعد؟ حد يعرف التدريب؟ حد سمع عن التدريب عن بعد قبل كده؟ إذا سمعت عنه فين؟ حاجة غريبة، ايه ده؟ يا نهار أبيض، معقول احنا فيه؟ لا 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 لا، معقول على النت كمان؟ لا لا لا، في تدريب على النت؟ اونلاين؟ ياه، فاجئتوني بالموضوع ده يا جماعة. لا لا لا، ايه ده؟ صح، يا سلام. لما نشوف ايه حكاية التدريب عن بعد ده، حاجة غريبة كده. طيب ايه هو التدريب عن بعد؟ ايوه بالظبط كده، احنا فين؟ التدريب او التعليم عن بعد هو من نماذج التدريب الحديثة. يقصد بيه ايه؟ نوع التدريب او التعليم اللي بيكون فيه تباعد بين المدرب وبين المتدرب. بالظبط كده يا استاذ حماده، اللي هو التدريب غير المباشر. يبقى اللي هو فيه تباعد بين المدرب وبين المتدرب، او بين المعلم والمتعلم. بتستخدم فيه وسائل التقنيه الحديثه المنتشره طبعا على مستوى العالم، اللي هي ايه؟ انترنت. بيتميز بايه بقى التدريب عن بعد؟ بالمرونه العاليه بين المدرب وبين المتدرب، وفي نفس الوقت ما بيتقيدش لا بزمان ولا بمكان. يعني حضراتكم دلوقتي اللي من مصر، وفي وفي اللي مثلا من السعوديه، في من الامارات، في وهكذا، في من المغرب. ف ان الله بنتجمع في مكان واحد في الوقت اللي احنا عايزينه. فطبعا ده من المميزات، وكمان كسر الزمان، يعني حيز الزمان والمكان. طيب ده كان باختصار التدريب عن بعد. قلنا اللي هو ايه؟ بيبقى فيه تباعد بين المدرب وبين المتدرب. من مزايا بقى، احنا قلنا بقى من مزايا التدريب عن بعد ايه؟ جميل، استاذ حماده بيقول اقل تكلفه، كسر حاجز المكان، اختصار الوقت، جميل، غير مقيد بمكان او زمان، جميل. بالظبط كده، يعني استاذ احمد جاب من الاخر على كيفنا. استاذ مولا، مرونه تتابع بين المدرب والمتدرب، التعلم في اي وقت من اليوم، سرعه في الاداء والمتعه، جميل. يا رب اتمنى فعلا يعني انه متاح للجميع، جميل. بالظبط كده، من مزاياه المرونه في الزمان والمكان، بحيث ان احنا نتلقى التدريب او التعليم، توفير الوقت والجهد، ايوه، عدم الاعتماد على التلقين، جميل جدا، خفض التكلفه، خليه برضو في متناول الجميع. أتمنى يا رب إن يكون فعلا في وصول معلومة بسرعة يا رب. القضاء على مشكلة النقص في كوادر التعليم والتدريب، حل مشكلة القبول لإعداد لأعداد محدودة من المتعلمين والمتدربين. ليه؟ علشان القاعات الصوتية بتاخد عدد أكبر، وكل واحد بيحس إن الكلام بيه هو فقط. القاعة دلوقتي مثلا في معانا دلوقتي 17، كل واحد بيحس إن كلامه هو. ليه؟ لان مفيش حد بيشوش على التاني. مثلا هو ده مش بتشوش مثلا على استاذه ايناس، استاذ احمد مش بيشوش على استاذ حسن، وهكذا. كل واحد بيسمع كأن الكلام فيه هو فقط. بالظبط كده استاذه ايناس. برضه بيحقق مبدأ التعليم والتدريب للجميع دون شروط او قيود. بيحقق مبدأ التعليم والتدريب للجميع دون شروط او قيود. بيساعد على تبادل الخبرات والخروج لتبادل الخبرات والثقافات والحضارات المختلفة. مثلا دلوقتي عندنا حد مثلا من المغرب، نبدأ ان احنا نتعرف على ثقافته. مثلا معانا حد من ليبيا، معانا حد من الكويت،
ممكن يبقى مش من ال اه يعني ممكن يكون فارق سعيد بالظبط كده. بنبدأ ان احنا ايه نتبادل الخبرات والثقافات مع بعض. مرونة في التواصل بين المدرب وبين المتدرب من خلال الموقع أو الغرفة الصوتية اللي احنا فيها دلوقتي، أو البريد الإلكتروني، أو برامج المحادثة الإلكترونية، أو الرسائل الخاصة زي سكايبي أو تو أو غيره. يعني برضو تنوع طرق العرض للدورة التعليمية والتدريبية، زي مثلا عرض الباوربوينت اللي قدامنا، محادثة ممكن دلوقتي حد يدخل من حضراتكم يفتح المايك ونبدأ نقول له يعني عايز يدخل مشاركة، مناقشة ممكن نرفع دلوقتي فيديو من على اليوتيوب، مثلا عايزين بنسمع حاجة معينة وعايزين نأكدها بفيديو من على اليوتيوب، صوت صورة، بيقدم معلومات أكتر بتزايد طبعا أعداد المتعلمين زي ما قلنا، لأن القاعة إيه ممكن بندخل بيبقى فيه عدد كبير. طيب في حد من حضراتكم يحب يدخل شركة، يحب عنده تعليق على حاجة معينة، أو حابب يزود معلومة معينة؟ لأن البرنامج بتاعنا ده محتاج الجرأة، فاحنا محتاجين إن احنا إيه نمسك المايك ونتكلم وهكذا. عايزة حضرتك تضيفي إضافة مثلا، هتعلقي على جزء معين؟ أيوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عماد. هل في حد عايز يدخل أي مداخلة؟ عايز يزود نقطة معينة، عايز يقول أنا رأيي في الجزئية دي كذا؟ تمام. طيب طيب عايزين نعرف ليه ظهرت فكرة التعليم والتدريب عن بعد؟ ربنا يخليك يا استاذه منى. ليه ظهرت فكرة التعليم والتدريب عن بعد؟ أستاذ أحمد بيقول يعني مش عارفة دي معانا ولا يعني مش عارفة، يعني مواكبة للتقدم العلمي، جميل، مش ثقافات أو أسرع معارف تقصر الزمن المكان تبقية العصر، جميل. هي ظهرت فكرة التعليم والتدريب عن بعد من فكرة أستاذة سونا ولا إيه؟ يا ريت حضرتك يعني تديني اسمك بس عشان أحس إن أنا أبقى سونيا. تمام ماشي. للوصول لأكبر عدد من الأفراد، نشر العلوم بشكل أسرع، نشر ثقافة تكنولوجي، نبض سرعة العصر والعلامة، جميل جدا. طيب جميل جدا كل اللي حضراتكم قلتوه بالظبط كده. ظهرت فكرة التعليم والتدريب عن بعد من فكرة نقل مركزية التعليم من المعلم للمتعلم، أو من المدرب للمتدرب، ومن عملية التعليم والتدريب لعملية التعلم والتدرب. غير إن توفير لفرص أكثر للتعليم والتدريب الذاتي في أكثر من مجال معلومات كثيرة، غير إنه بيعتبر التعليم عن بعد نموذج مغاير جدا لطريقة التعليم والتدريب التقليدي المنتشرة على مستوى العالم. التعليم الذاتي. طيب ازاي بقى بتتم آلية التعليم والتدريب عن بعد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا إيمان. كيف تتم آلية التعليم والتدريب عن بعد؟ معلش هردكم أنا أسئلة، بس أنا غرضي التنشيط والله. حتى أنا أساسا إن شاء الله المحاضرة الأولى مش يعني مش هنبدأها ضغط قوي، هنعتبرها كلها كلام تدريب ومزايا التدريب، بحيث ان انا كمان ما ادخلش التدريب في التعليم، لان المحاضره الجايه ان شاء الله هنبقى بنتكلم عن التعليم زي ما قلنا في الخطه.
إزاي بتتم آلية التعليم والتدريب عن بعد؟ يا شباب انتوا هربتوا ولا ايه؟ بتتم ازاي؟ تقنيات حديثة، جميل. آلية التعليم والتدريب عن بعد بتعتمد على، ايوه كده، عايزه طبعا مثلا لو مش عن طريق الانترنت، استخدام التكنولوجيا عبر الانترنت. ايوه كده، لازم كده ابدا اقول واحد بالظبط كده. بتعتمد على الصوت، صوت المحاضر في عمليه التعليم او التدريب اللي هو صوتي اللي عامل لكم ازعاج ده. الصوره بتشمل عرض الباوربوينت، الشرح، الشرائح والفيديو، زي ما قلنا ان احنا وحابين ان احنا بنرفع حاجه من على اليوتيوب لو مستدعي مثلا الجزء اللي احنا بنشرح فيه. البيانات، وهي الاجهزه المستخدمه في التعليم او التدريب لارسال واستقبال البيانات بشكل الكتروني زي اللي بيحصل قدامنا دلوقتي كده، ايوه ارسال واستقبال. صفات المدرب الناجح، ايه هي صفات المدرب الناجح؟ الالتزام، لماح، التزام فعالي، صبور، مستمع جيد، تفاعل، ثقافة، قوة ملاحظة، مرح، مثقف، سلامة اللغة، ثقة بالنفس، ذكاء، شخصية متزنة مرنة، ثقافة ثبات اتزان، جميل. لباقة، تمتع بلباقة الجسد، الاستماع الجيد للآخرين، ثقافة روح خفيفة، جميل. التغيير في نبرة الصوت، تم قدر كافي من العلم في مجاله، رائع رائع جدا 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 جدا. لازم يا هدى تحطوا ايموشن وردة في القاعة، جميل جدا. ايوه ديمقراطي، جميل، يكون قريب من المدربين، ذو قدرة عالية على التحدث، جميل، قارئ جيد، جميل جميل. يلا يعني هو المتوفر قدامي دلوقتي ان انا اسال، يعني جميل جدا، متمكن، مستمع جيد، جميل جدا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، يعني رائع جدا جدا جدا. كل اللي حضراتكم قلتوه مدربين ومدربات المستقبل، يا رب ان شاء الله. طيب المدرب الناجح الدكتور علي شرابي يرى ان لابد ان يكون عنده بعض الصفات. بيقول ان لابد ان هو يكون شمولي النظرة، عنده تصور متكامل عن الحياة، رؤية واضحة، تمام. بيقول كمان إن المدرب بيحتاج لخاصية تقليب المعلومات على أوجه كتيرة، يعني ما تبقاش المعلومة ثابتة في مكانها، هو ألف يعني ألف، ب يعني ب، لا، عنده خاصية تقليب المعلومة بحيث إن أنا أوصلها لكل اللي موجودين قدامي، لأن كل اللي قدامي مثلا في شخصية بصرية، في شخصية حسية، في شخصية سمعية، كل واحد عايز المعلومة توصل له بطريقته. الشخصية البصرية محتاجة للصور، الشخصية السمعية محتاجة تسمع حاجة، الشخصية الحسية محتاجة لشعور وأحاسيس وهكذا. إنه بيمتلك معلومة فكرية واضحة عن الحياة والكون، رؤية واضحة للعلاقة بالإنسان وعلاقة الإنسان بربنا سبحانه وتعالى، عنده تصور واسع للمعلومة، تصور واسع للحياة بشكل عام، بحيث إن هو يدرك أهمية التخطيط وعلاقته بالعقل، المهارات السلوكية، القيم، العادات، الدوافع، الرغبات، الحاجات النفسية وعلاقتها بالتخطيط. دكتور عبد الرحمن توفيق بيقول إيه؟ بيقول إن من صفات المدرب الناجح إن يكون عنده خبرة في مادة التدريب. يعني مثلا هنقول النهارده إحنا هنتكلم عن التنويم بالإيحاء، ندخل عن التنويم على التنويم بالإيحاء، مش عارف يتكلم عن التنويم بالإيحاء. طب الصوت كده تمام؟ تمام كده؟
هو هتلاقي ضعف في النت بس يا منى. دكتور عبد الرحمن توفيق قال ان من صفات المدرب الناجح الخبره في ماده التدريب، الخبره في ماده التدريب. قال ان المعيار الاول اللي يجب ان يؤخذ في الحسبان عند اختيار المدربين هو تحديد الافراد اللي عندهم او بيمتلكوا معارف ومهارات تقنيه اللي بيتم التدريب عليها. وقال كمان ان المعارف والمهارات الخاصه لابد ان يكون ملم بالمعارف والمهارات الخاصه بطرق التدريب، لابد ان هو يعرف ايه هو التدريب، ايه هي اهدافه، ان يفرق بين التدريب والتعليم. وطبعا جزء التعليم هناخده المحاضره الجايه ان شاء الله، لان انا مش عايزه ادخل التدريب والتعليم مع بعض. ان هو بيفرق بين التدريب وبين التعليم، ان هو يكون ملم بالاعباء اللي بتقع عليه من التدريب. لذلك يجب على المدرب ان يكون على درايه كامله بالماده التدريبيه اللي هو هيدرسها، ويكون ملم باحدث التطورات والتقنيات في مجال التدريس والتدريب، وخاصه في مجال تعليم الكبار، لان انا بتعامل مع ناس كبيره مش بتعامل مع اطفال، لان الاطفال بطبيعتهم ايه؟ بطبيعتهم بيسمعوا بالانصات السلبي، يعني ايه، مش شرط يعرف كل كلمه جايه منين وليه، لكن الكبير بطبعه شتى بالمعلومه دي، ايه الدليل، ايه كذا ايه كذا، فدايما عنده ايه، عايز يعرف ويعرف كل حاجه. فلازم يكون ان هو عنده درايه ازاي يتعامل مع الصغير بيحفظ وخلاص بياخد معلومه ممكن يتناجم اساسا في ثلاث ارباع الحصه، لكن الكبير انا رايح علشان غرض معين، انا محتاج ان انا اقوي مهاراتي في الجزء ده مثلا، انا محتاج اخد تدريب مدربين عشان انا عايز اكون مدرب في يوم من الايام. برضو ان يتوفر لدى المدرب اختيار واستخدام طرق واساليب التدريب والوسائل المساعده ومهارات التعامل مع الفروق الفرديه للمتدربين. مهارات التعامل مع الفروق الفرديه للمتدربين، لان برضو حضرتك هتتعامل مع مدربين، مع متدربين يعني اشكال والوان، مش كلهم في ثقافه واحده، مش كلهم في علم واحد، مش كلهم من بيئه واحده، انت بتتعامل مع بيئات مختلفه وثقافات متعدده. فلابد ان انت تراعي الفروق الفرديه بين المتدربين، مهاره التحفيز وتوجيه وارشاد المدربين، مهاره اعداد واستخدام وتفسير نتائج ادوات التقويم. برضو لابد ان هو يكون ملم بمهارات الاتصال والتواصل، لابد ان هو يكون ملم بمهارات الاتصال والتواصل. يجب ان يكون المدرب كفء وموصل ناجح للمعلومه، يعني سواء ان كان مثلا يبقى عارف الشخصيه اللي قدام دي، شخصيه مثلا شخصيه بصريه، شخصيه حسيه، شخصيه سمعيه، محتاج المعلومه توصل له بطريقه معينه، ده مثل المعلومه بطريقه معينه وهكذا. الصفات الشخصية زي درجة الذكاء، اللياقة الجسدية، عنده إخلاص، التوازن، الثقة بالنفس، الصبر، التفاهم، لازم هو يكون عنده صبر، مش يجي يسأله سؤال، إيه ده؟ يلا اسأل أنت كمان، اسألي حضرتك، ها وبعدين؟ إحنا عايزين نخلص، إحنا عايزين، لا، لازم يكون في صبر، في تفهم، عقلية متفتحة. بيتقبل النقد، مثلا واحد قال له إيه؟ والله يا حضرتك أنا الجزئية دي مثلا انا رايي فيها كذا كذا، طب ما تيجي تشرح بدالي انت احسن، يرد عليه يقول له كده، طب ما تيجي انت تشرح بدالي. لا، لازم ان انت تتقبل النقد، لعله فعلا هو شاف له رؤيه، يعني تصحح الرؤيه اللي حضرتك بتقولها، مفيش اي مشكله. يبقى لابد ان انت تتقبل النقد. طبعا انت شخصيه اصلا بتحب التغيير، مش عندك منطق الامان، يعني ايه هو انا الحاجه دي مثلا العربيه القديمه، لا انا بحب العربيات القديمه، اصل انا ما اقدرش اغير العربيه الجديده دي، ما اعرفش اتعامل معاها. لا، نسيب منطقه الامان، سواء طبعا مش بتكلم عن العربيات بس، انا بتكلم يعني بشكل عام، بس ده المثال اللي جه في ذهني يعني. حته اللي هي منطقه الامان دي لا نسيبها، لازم ان احنا يبقى عارفين ان احنا نقدر نتغير، ولازم اكيد طبعا لما هنتغير اكيد في مخاطر، اكيد انا مش هتعلم بسهوله، اكيد هيبقى في تحديات وهكذا. يبقى نخليها ايه، عمليه تجارب، مفيش مشكلة، أهم حاجة إن أنا أبقى في نيتي خالصة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، طبعا بالإضافة إلى حب العمل مع الآخرين. أهم حاجة بقى يا جماعة إن المدرب يتكلم على طبيعته بدون تكلف، متواضع، بالظبط كده يا أستاذ حمادة.
المدرب يتكلم على طبيعته بدون تكلف، مش مثلا ايه يقعد يتكلم بقى بالطريقة اللي هي العنطازة بقى، يعني ايه وقال مش عارف ايه والاستراتيجية المتداخلة في التعمقات العميقة في البحار المتوعدة. يعني ايه بلاش الكلكعة دي، يعني اتكلم بطبيعة يعني بأسلوب اللي قدامك يفهمه، خليك زي ما بيقولوا كده ابن بلد عادي بقى، خليك ببساطة كده، طبعا مش ببساطة يعني ايه، بحيث ان انت كمان تبقى ايه يعني انت برضو محافظ على شخصيتك وكل حاجة، يعني ما تذوبش في الآخرين. لا ايوه تتكلم عادي، يعني تتكلم بطبيعتك، انا مش هخليك تصطنع الايه تصطنع البساطة، لا انا عايزاك تبقى اللي هي البساطة الطبيعية اللي أنا أشوفك أقول فعلا هي دي شخصيته، مش اللي هي البساطة المصطنعة، لا أنا بشوف فلان أقول لا ده هي دي فعلا دي طبيعته كده. يبقى أهم حاجة إن المدرب يتكلم على طبيعته بدون تكلف، واحذروا التقليد، احذروا التقليد، إن أنت تقلد فلان أو تقلد علان، أو مثلا تقول إيه أنا عايز أبقى دكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه طبعا، بس اخد من علم دكتور ابراهيم، بس ما بقاش نسخه من دكتور ابراهيم، ما بقاش نسخه من هند، ما بقاش نسخه من احمد، ما بقاش نسخه من هدى، ما بقاش وهكذا، لا انا بتعلم واستفاد منه، لكن انا ليا طبعي الخاص، اضيف بصمتي انا بالظبط كده، اخلق تميزي انا، تميزي الخاص بيا اللي الناس تعرفني، يعني دكتور ابراهيم الفقي دكتور مصطفى محمود بيقول له انت ليه بتحط صورك على الكتب الله يرحمه، قال له الناس تعرف، الناس تعرف دكتور مصطفى محمود لكن ما يعرفوش من هو ابراهيم الفقي، فانا بحط صورتي، فهو كان له التميز الخاص بيه، فبدا يعني يمكن تقريبا كان اول واحد يحط صورته على كتاب، فهو خلق ليه تميز، بقت الناس عايزه تعرف مين الراجل ده يعني الله يرحمه، فسبحان الله، يعني هو شخصيه كده يعني رحمه الله عليه يا رب، فانت اخلق تميزك الخاص بيك، خلي الناس لما يقول لك ايه هو فلان ده اللي بيعمل مش عارف إيه، يعني إيه يبقى ليك تميزك، ليك تميزك الخاص اللي الناس تعرفك بيه حتى لو مجرد ان هي سمعت عنك عيب. الله يرحمه يا رب. يبقى اخلق تميزك الخاص بيك، ما تتقمصش شخصية حد، اتعلم منه، خد اللي بيمتاز بيه، طور من شخصيتك، كن ليك قدوة، ولكن ما تقلدش تقليد أعمى. الله يرحمه يا رب. إيميرسون قال إيه؟ قال سيعرف الإنسان يوما أن الحسد جهل، وأن التشبه بالغير انتحال للشخصية ذاتها، وعمر أن يتقبل نفسه على علتها ويرضى بها كما قدمها الله، إن الأرض الملأة بالخيرات لن تمد ببذور بمزرع منها ما لم يجاهد ويناضل للحصول على ما يريد، وإن لديه قوة لم يمنحها الله لغيره وهي فريدة من نوعها. ده إيميرسون اللي قال كده، إن إحنا بحيث إن كل واحد فعلا يكون له شخصيته اللي هو بيتميز بيها، طبعا مهارات الإلقاء، إن يكون عنده مهارات الإلقاء، الابتسامة، التواضع، الإحساس بالمتدربين، الاهتمام بيهم، إنك سعيد بوجودهم معاك، إن أنت بتحافظ على هدوءك، لا انت، لا انت الشخصيه اللي هو المهرج، ولا انت الجليدي اللي هو ايه قافل على، لا كله يقول لي استاذ او استاذه، لا لو سمحت ما تعداش حدودك، زي مثلا واحد يعني مثلا بيتكلموا مع بعض فيقول ايه اهلا يا فلان، لا لو سمحت ما تقوليش فلان، قولي لي دكتور، بليز دكتور من فضلك دكتور، فبلاش يعني ايه بلاش، لا 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 الانسان هو يذوب في شخصيات الاخبار انسان مهرج قوي، ولا ان هو اللي يبقى الشخصيه الجليديه اللي هو عايز كل حاجه بحدود. جدد معلوماتك باستمرار في مجال المحاضره اللي انت هتقدمها، لازم ان انت تجدد معلوماتك باستمرار، انا النهارده هدي تدريب مدربين، احاول ان انا ايه اشوف ايه الجديد اللي نزل، مين اتكلم تاني في الموضوع ده وهكذا. طيب باختصار كده النهارده اتكلمنا في البداية عن التدريب، تمام، وقلنا ان التدريب هو الأداة اللي بتهيئ الفرد لأداء مهمة إدارية وفنية بكفاءة عالية بيكون مردودها
له أهمية بالغة في تطوير الفرد والمجتمع بشكل عام. معنى كده إن التدريب بيعتبر عملية تعلم منظم، الهدف من التدريب هو زيادة المهارة أو تعديل السلوك، وممكن إن هو يحقق الهدفين مع بعض، اللي هو زيادة المهارة وتعديل السلوك. أخذنا التدريب التقليدي وأخذنا التدريب الحديث، لازم نراجع النقاط اللي إحنا أخذناها يا جماعة. قلنا إيه هو التدريب التقليدي؟ قلنا اللي هو إكساب الفرد أو الأفراد ومعارف متعلقة بأعمالهم، متعلقة بإيه؟ بأعمالهم وأساليب الأداء الأمثل فيها، وثقة للمهارات والقدرات اللي هم بيتمتعوا بيها، وتمكينهم من استثمار الطاقات اللي هم بيختزنونها. يعني هم أصلا عندهم طاقة بس مختزنة، زي بيقولوا كده طلع المارد اللي جواك، طلع المارد اللي جواك، خليه يلقى يعني طريقه كده في العمل. واتكلمنا عن التدريب، طاقات غير مستهلكة. التدريب بمفهوم الحديث قلنا مش مقتصر على تنظيم الدورات ومشاهدات الاجتياز، لا، بقى خيار استراتيجي في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية، وإن الإنسان ما بقاش اسمه العامل أو الموظف، لا، أصبح يطلق عليه اسم المورد البشري. اتكلمنا كمان عن التدريب عن بعد، وعرفنا اللي هو إيه نوع من أنواع التدريب أو التعليم، بيكون في تباعد بين المدرب وبين المتدرب، زي النهاردة كده. خدنا التدريب داخل العمل والتدريب خارج العمل. خدنا الهدف داخل العمل كان إحداث تغيير إيجابي في مستويات الأداء، بينعكس على مستوى الإنتاج، تخفيض التكاليف، لأن طبعا لما يبقى داخل العمل هيبقى التكاليف منخفضة عن خارج العمل. طيب قلنا التدريب خارج العمل له مميزات، إن هو البعد عن ضغوط العمل، إتاحة الفرصة للتفاعل مع الآخرين، إن هو في نوعا ما من التحفيز، في تبادل خبرات ومعارف وتوسيع نطاق التعامل في المستقبل. واتكلمنا عن التدريب عن بعد ومزايا التدريب عن بعد، وقلنا من مزاياها إيه؟ قلنا إيه من مزاياها؟ المرونة في الزمان والمكان، توفير الوقت والجهد، خفض تكلفة التدريب، إن هو بيحقق مبدأ التعليم والتدريب للجميع دون شروط أو قيود، بالظبط كده يا هدى. مرونة في التواصل مع المدرب والمتدرب من خلال الغرفة الصوتية، زي ما احنا في الغرفة الصوتية، أو برامج المحادثة الإلكترونية. تنوع طرق العرض للدورة التعليمية والتدريبية، سواء كان باوربوينت أو محادثة أو فيديو أو صوت وصورة. تزايد أعداد المتعلمين. قلنا ليه ظهرت فكرة التعليم والتدريب عن بعد؟ قلنا ظهرت علشان أو من فكرة نقل مركزية التعليم من المعلم إلى المتعلم أو من المدرب إلى المتدرب. وقلنا إزاي بتتم آلية التعليم والتدريب عن بعد؟ عرفنا إن هي بتعتمد على بعض الأمور زي الصوت والصورة والبيانات، اللي هي الأجهزة لإرسال واستقبال البيانات بشكل إلكتروني. وآخر حاجة اتكلمنا عنها النهاردة صفات المدرب الناجح، وقلنا أهم حاجة إن أنت تكون بتتكلم على طبيعتك بدون تكلف، ما تقلدش حد، اخلق تميزك الخاص بيك، إن يكون عنده بقى مهارات الاتصال والتواصل والإلقاء، درجة الذكاء، اللياقة الجسدية، التوازن، الثقة بالنفس، الصبر، الابتسامة، التواضع، الإحساس بالمتدربين، إنك سعيد بوجودهم معاك وبوجودك معاك، إن أنت بتحافظ على هدوءك، لا أنت مهرج ولا أنت جليدي، تجدد معلوماتك باستمرار في مجال المحاضرة اللي أنت بتقدمها، وإن شاء الله نلقاكم على خير المحاضرة القادمة إن شاء الله في جزء جديد وهو التعليم. فما كان من توفيق من الله وما كان من خطأ أو نسيان فمنه من الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.